بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 23/3/2011 يوم الأربعاء، كتائب القذافي ما زالت في شارع طرابلس، وهنا نلاحظ وضعهم للعلم الأخضر فوق مبنى أمام شارع طرابلس، يتمركز فوقه القناصة. القناصة يصيبون مجمع العيادات، الشارع المؤدي إلى مجمع العيادات، وهو المستشفى الذي فيه المصابين والجرحى. وهنا عمارة جبعور حيث يتمركز أحد القناصة، وهو واضح أمامنا على يمين الخزان الأسود. مازالت المواجهات عنيفة بين التوار وكتائب القذافي. لم نحصي عدد الشهداء لحد الآن، ولكن هناك إصابات خطيرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رجوع الإنارة نسبيا، لكن لأعمدة الإنارة الرئيسية فقط. يبدو أن كتائب القذافي قد أوصلت الإنارة إلى وسط المدينة أو الشوارع حتى ترى المارة وتقنصهم، حيث أن شارع عبد الله الغريب الواضح أمامنا خالي من المدنيين، وأي سيارة مدنية تمر منه يقومون قناصة بقتل كل من فيها. نلاحظ هناك قذيفة دبابة أطلقت يوم أمس على مبنى في شارع طرابلس، وهو عبارة عن عمارة سكنية. هنا بعض الإطلاقات وقذائف الار بي جي التي تسقط على المنازل. مبنى المصرف حتى هو متحصل على بعض الإطلاقات. الناس ما زالوا يطلقون النار عشوائيا. هنا عمارة التأمين خلف المبنى الأحمر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. زال التوار صامدون والحمد لله، ونبقى على عهدنا حتى آخر قطرة دم فينا، لن نترك أرضنا صبيان. هنا بعض الأعلام على مقابل قاعة الشعب مسيطرين عليها. تكبير يا أولاد! التوار يحاصرون في تمام الساعة 8:15 بتاريخ 23/3/2011 يوم الأربعاء. التوار يستطيعون إرجاع الإنارة إلى شارع وسط المدينة، شارع عبد الله الغريب. والتوار يحاصرون المرتزقة والقناصة في شارع طرابلس من أربع جهات. إن شاء الله النصر قريب، إن شاء الله. كتائب القذافي تعود لقصف مدينة مصراتة بالدبابات بعد أن حاصروهم التوار من أربع جهات في وسط شارع طرابلس بالقرب من قاعة الشعب. يعود القصف بالدبابات على المساكن المدنيين. نلاحظ قذيفة الدبابة عامل كثير من الدخان، وقد أتانا شاهد عيان بأنه تم القبض على 2 قناصين، وكان الجدل في الموضوع أن القناصين هم عنصر نسائي، عنصر نسائي من كولومبيا من أمريكا اللاتينية، وقد تم القبض عليهما وجاري التحقيق معهما.
القذافي يستخدم عناصر أجنبية ويستخدم النساء ويشتريهم بالمال، النساء اللاتينيات يشتريهم بالمال حتى يتم قتل أبناء شعبه. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، الله أكبر. قذيفة دبابة أخرى تأتي في شارع عبد الله الغريب، تستهدف المنازل السكنية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. استمرار القصف على مدينة مصراتة في حوالي الساعة 8:15 مساء بتاريخ 23. استمر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. استمرار القصف. لا إله إلا الله على مدينة نصراته.